السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله مساءكم بكل خير في ختام حلقات الشادي مع نجوم النسخة وأبطال النسخة اللي وصلوا للنهائي، ومع أخوي وحبيبي أرحب فيه الأستاذ الكبير الفنان كل شيء. الله يطول عمرك، الله يرحم والديك أبو سعيد، وحياك الله ويا مرحبا بالشباب وحياكم الله. الله يوفقنا وياكم اليوم، ختام إن شاء الله ختام طيب معكم، والله يوفقنا وياكم اليوم. اختلاف مراكز واختلاف النسب وجمع اليوم، ضرب وجمع وتقسيم اليوم، كل يجمع وكل يحاول انه يجهز تبريكات وتهنئات. الله يوفقنا وياكم، اللي انا متاكد منه انكم نجحتوا ووصلتوا، الله يوفقكم. نقول ابو سعيد شوف الابطال وشعورهم اليوم، الله يوفقكم. الله يحييكم مره ثانيه، وما وصلتوا هذه المرحله انتم قدها وقدود، وكل واحد منكم يستاهل الاول، هذه ما فيها اي جدال، ولكن الموضوع يحسم عند الجمهور، نعم، عند محبينكم، وفالكم التوفيق. انت شكل عندك معلومات خفيه ابو محمد، والله في رياضيات قسمه ضرب انا مالي فيها والله، انا ادبي. لا لا، الاقصد الاقصد اللي اقصده ان فيها يعني نسبه واضحه يعني للناس، واضحه حتى للمسابقين، اللي هي نسبه اللجنه ونسبه اليوم اللي راح تتضح معنا نسبة الجمهور، راح يكون فيها جمع. يعني ممكن اللي اليوم بياخذ الاول في تصويت المادي يختلف وياخذ الثالث، هل ممكن بسبب نسبة اللجنة بسبب ان كان نسبة تنازلة في الاخير؟ اي ممكن، اي نعم، ممكن اخذ 40 واحد ماخذ 49 وهو اعلى، لكن يختلف. قد قلت لك زين، مراهنين عليك، مراهنين عليك، خلاص اليوم انا مراهن على جبنا غيره، خلها كلهم عشان ما توقف كله. ايه مراهن، قال رجال قال لي كله، كل نبغى نتجمع كله نواح. الله يحييكم جميعا مرة ثانية، ابدا من اليمين. الله يحييك. الله يبقيك ابو سعيد. الاول منتهي موضوعه ولا تشوف الله يجيب الخير، فكني من الهدوء يا اخي، خلاص خربها اخر حلقة يا اخي. والله الله يجيب الخير، شو نسوي يعني؟ شو اقول لك؟ قم اضرب عادي، اضرب تضارب، والله لا اقدر اجمع ولا اضرب ولا الرياضيات هنا معك. عنده هو اللي يعلمني، انا مالي شغل. استاذ الاحصاء حقنا. لكن الله يجيب الخير يعني. بارك التوفيق. منافسة الشباب ذا كل ابوهم عز الله انها تنومس. عز الله انها تنومس. هذا اللي عجبني فيكم انكم رغم في منافسه قبل ان نبدا حلقتنا، وفيه تحديات شد وجذب، لكن على 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 طيب نفس. اي بالله على طيب نفس. على طيب نفس. هذا منافس الرايجين وانا اخوك. هذه والله يوفقك. هذا منافس الرايجين. استاذ كل خير. الله يديم. الله يبيك يا مرحبا. الله يطول عمرك. انا ما اطمن لك اذا شخصت بالكوبرا، لاني احس انك ملدوغ، ما انت تلدغ، ملدوغ انت اليوم. والله ما ادري، ان شاء الله يشارك كل امور. عاد الله يطول. متفائل خير ان شاء الله؟ الحق الله سبحانه وتعالى طيب. كنت راضي عن ادائك اصلا في الـ الحمد لله رب العالمين. قدمنا اللي قدمنا وراح اللي راح، ما عاد بقى شيء. الحمد لله على ختام. كنت تاخذ درجات عاليه من اللجنه، وكنت تقنعهم. سام اقول كنت تقنع اللجنه دائما بادائك، هل تتوقع انك اقنعتهم الاسبوع الماضي ودرجتك ممكن تساعدك انك تاخذ مركز؟ هي انا اقنعتهم اقنعتهم ما اقنعتهم. ما اقنعت يعني انا ما اقنعت نفسي. المره الاخيره انت ما اقنعت نفسك. نعم صحيح. انا كنت ملاحظك اصلا. صحيح. كيف كنت تشوف هذا يا ابو؟ والله ابو صالح اشوف انه من بدايته الى نهايته مبدع هو الشباب، ولكن في نصف النهائي اللي افضل منه في النهائي. فعلا. ما ادري يمكن عامل النهائي ترتيبات شوي راحقتهم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الله يوفقك ان شاء الله. خلصنا جات الحلقه النهائيه خلاص، والتتويج ما شاء الله الحمد لله عشان الشباب معرفتهم هي المكسب، معرفتكم وانتم اللي شرواكم شر من يسمع، هي المكسب وهي اللي تدوم على الرجال ما دام حي. الله يوفقك. هذه هي اللي تبقى. فالك التوفيق ان شاء الله. خلنا وفالك الله يطول عمرك. مرزوق الله يحييك. الله يبقيك. يا هلا. الله يبقيك ان شاء الله. هو الكويت الوحيد اللي معنا في البرنامج صح ولا لا؟ شوف مرزوق انا ما اعتبره كويتي، اعتبره اليوم سعودي. هو اخونا. كلنا واحد ما يحتاج. كويتي ممثل كويتي. كويتي مسعود ممثل كويتي اليوم. ولكن الكويتي سعودي والسعودي كويتي، عكسته انا. نسوي زي الرجال. بين اللي مو متوتر. خلط امورك اليوم. اول مره يا ذا البيت يا ذا الزينه قربت. لكن صدق شمت فيني ذاك اليوم، شوف ربي وين. لكن انت الممثل الان ان شاء الله اني امثلهم بصوره طيبه. ونعم ما يحتاج، ما عليك زوج عندي ولا على الباقيين زوج، لكن تتوقع انك ان شاء الله لك احد المراكز؟
نقول ان شاء الله. والله العظيم لو انا اخذها مرزوق ولا احد من المتسابقين قسم بالله كان مرزوق العجمي ما اخذها، لا الاول ولا الثاني ولا الثالث، ان خذها واحد من ربع اللي موجودين هنا جعل ربي ان شاء الله يوفقه وجعل فاله التوفيق. الله يوفقك. والله اني اقولها انا صادق. كنت راضي عن ادائك؟ انا ما اخذت 49% على الفاضي. انا كنت ضدها ترى. ليه؟ لان الاختبار انا ترى لا 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 بالعكس هي طافت الحلقه خلاص اللي فات مات عندي. عفوا انا ملخبط. قل اللي تبي. انا كنت معلق على حلقه قبل النهائي، لكن ادائك في النهائي في الاداء اللي اخترته انت كيف كنت تشوفه؟ اللي اختاره هو كويس مو بكويس، كان جدا كويس. ايه ولكن في اختبار ما اشوف ثلاثه تجلى ترى سلطه ذاك اليوم. ولا المنافسات اللي كانت مع اخوانه كانوا ثلاثه لكن اقول غابني الصحه. أنا قد قلت أنا قد قلت يا سياف أنا قلتها ذاك الليل، قلت والله سياف اللي ظلمه تعبه ذاك الليل، ولا أنت تراك من المراكز الأعلى كلكم ما شاء الله تبارك الله من غير قصور الربع الباقيين كلهم الحلقة النهائية وهو مو بقدها. فالك التوفيق محمد عندك درينا أنك تعبان والله قلنا أنك تعبان. لكن عندي كذا شغلة بسيطة أشوف عماد وذيب يضحكون ولا أدري إيش يا أخي. يقول رجع سهران ما رقد ما رقد أنا؟ إي لا والله اللي يشوف اللي واضح من تضح انه انا انك سهران. شوف دقيقة انت ايش دراك اني نايم ولا لا؟ طيب كل شباب الله يحييك يا مهدي. يا مرحبا محمد. مهدي اليوم جلسة هناك من قبل يعني انت يعني تبي تطلع بسرعة عشان اطلع ها؟ يعني تبي تطلع بسرعة ولا كيف؟ نطلع على المسرح. وكيف تشوف ان شاء الله على المسرح؟ على المسرح ما عاد الا توزيع مراكز. وهذا تشوف انك من باذن الله بإذن الله اللي ياخذ الاول يستحق. كان خذيتها انا ولا الربع ذول ولو ما اخذت اي مركز يستاهلوا. بتوقف انت عند النقطه ذي؟ انا اعتبر نفسي الاول داوني وصلت المرحله ذي. يا سلام. والتفكير قدامك وقدام اللجنه وقدام الربع ذول. يا سلام. هو الصح يعني من الواحد انه خلاص يعني وصل النقطه ذي ما يوقف عندها يشوف الافضل. صحيح. والله يوفقنا وياك. وياك ان شاء الله. في واحد هنا يتشبه شوف هنا وشوف هنا. يا مرحبا يا حمد. يا مرحبا بك يا ولد. كيف تشوف اليوم؟ اليوم ان شاء الله انه يوم خير ان شاء الله. يوم عيد؟ يوم عيد ان شاء الله باذن الله. باذن الله. والعايد معايده ذي بيعيدونها اليوم عليك بعد؟ ان شاء الله باذن الله. يعني تشوف انك ماخذ مركز اليوم. شوف اخر تصويت جاءنا انت 24 اتوقع. وكم متصدر؟ اخر شيء طلع؟ ايه. انه كان متصدر والثاني راشد. راشد والثالث؟ الثالث ذي. ذيب المري. وشو؟ لكن أنت. تبقى على نفس المركز؟ ان شاء الله خير ان شاء الله. الله كانت كم نسبتك في اللجنه؟ 47 47 الله يوفقنا. اللهم امين. يا مرحبا بك. يا مرحبا بك يا حياك الله. ها اليوم ما عاد في لا اداء ولا شيء. اليوم ما في توتر نهائيا. توتر الحين متوتر خلاص. وصلنا احنا وصلنا مكان ما عاد في توتر خلاص نهائي. اي خلاص نهائي الحمد لله. وش تقول للناس اللي دعموك؟ وش تشوف نفسك اليوم؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني شيء حاب اشكر جميع من صوت ودعم وتخسر علشان يوصلني للمرحله النهائيه دي. تستاهل كل خير والله. يبيض تستاهل كل خير والله. يبيض كل وجه من دعم وصوت من جماعه من رفاقه من محبين مسفر الرزق. الله يطول. وان شاء الله احنا نشوف اليوم انها والله سعاده وفرحه لاخواني وللمتشاركين والمتابعين. نحمد الله ونشكره وان شاء الله نحن نفرح جماعه. انت اخذت في اخر تصويت كم مركز؟ 37 اتوقع. لا لا اقصد في اليوم اخر تصويت نزل لك. اخر واحد. اخر واحد. اخر واحد. انت بتسوي مثل هدف جحفل؟ والله ما ندري. ممكن ما ندري. على الدقيقه 119 يمكن يمكن. كم باقي الحين؟ مو ما بقى شيء. والله التصويت ما نعرف. اي باقي تقريبا الى تسع يقفل. الله يكتب لي خير ان شاء الله. احنا انا وابو سعيد من اللي يحبون الشباب صوته باقي وقت الى تسع فلا تقصرون معهم. يعني عندنا صوت لاحد فيهم الحين؟ يمدينا انا وياك. بس كم صوت الاشخاص كله؟ والله صوت الواحد بس. واحد تقدر تعلن عنه؟ ها؟ تقدر؟ انا عارف من الواحد ذا. من تتوقع؟ انا عارفه. اذا قلت والله لو قلنا هو من؟ سيف الواب؟ لا انا عارف انه سيف الواب. سيف صوت له من اول. خلاص تصوت له الحلقة الحالية الحين. وش؟ في واحد بصوت له الحين. من؟ كذا محبة. من؟ ما قلت يقول لك. طيب نبي نعرف لسه. الله يبيض. اساس والله ما انت راهنا عليك ولا ما انا مصوت لك. انا اليوم كاره. اسمع علمنا ذا عشان نبرز لك احنا والشباب.
والله العظيم لكم تستاهلون كل خير. شهد الله العظيم انكم على خط واحد، عندي كلكم اخوان وعزاز وغلاه، ودي انكم كلكم تاخذون الاول. اشهد الله علي. انا المكسب اللي كسبته انا ابو محمد ولا هو محمد معرفتكم، نجوم قادمين للساحه بقوه والله العظيم انها اصوات راهن عليها. احنا 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 المستفيدين ترى ترى احنا اللي نتفاخر وهذه شهاده نفتخر بها والله. احنا ما نريد ترى سوينا مثلا هذا البرنامج وطلعنا باصوات زيكم، هذا الهدف اللي احنا نبغاه. والله يوفقكم، ما عاد بقى عليكم الا انكم بعد برنامج. شوف انت بالساحه خصيمك الساحه، نعم، وانت خصيم نفسك، انت تجي لك اعمال تنافس فيها كذا بتثبت نفسك. البرنامج بينتهي سواء اخذت الاول اخذت الثاني اخذت لو اخذت الاخير، ما راح تفرق اذا ما انت تنزل اعمال في الساحه. يا اخوان اخذت الخامس ولا قصور، اللي اخذ الرابع والثاني والثالث اختفى كله، والاول حتى اختفى من 2012 اليوم كذا ما لهم اي عمل. الحمد لله انا يعني رغم اني مقل، ترى هذه نصيحه لكم، المركز ما هو هو اللي يحدد فعلا. هذا نوماس اللي بياخذه والله يوفقه ويستاهله، لكن الكلام كله على الساحه انك تنتج لك اعمال تنافس فيها اللي موجودين معك في الساحه وانت قدها. والله هي اصوات جاهزه، ويمدي الواحد الان هو خلاص خذ فكره عن الانشاد وخذ فكره عن شلون يشل الشيرات وخذ فكره شلون انه الحين يطور من نفسه. يمدي ترى، مو شرط انك انت اذا ما اخذت الاول او الثاني والثالث انك توقف، استمر. انا بعطيك مثال من ارض الواقع، ابو محمد لا برامج ما شاء الله تبارك الرحمن، لحن كلمات اداء ما شاء الله، وين وصل ابو محمد؟ اعماله مليونيه، هذا دلدل على حسن اختياره وتوفيق من الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، يعرف يختار لحن وكلمات ويعرف يؤدي. فأنت خصيم نفسك، أصوات في أصوات، أداء الراهن عليه، الكلام على لحن وكلمات وأنت الساحة. والله يوفقكم جميعا. الله اسمع من مرة عندك يا أبو علي، عندك يا عماد، عندك والله أنه أبو محمد الحن ما ودنا ما ودكم بيش، لا ما ودنا ودنا بك، لكن ان شاء الله اليوم نقالها ربي ان شاء الله. ما راح نقول احنا عشان خاص احنا كرتنا وصلك النهائي اخوي، لكن النهائي احنا نتمنى الكل يفوز. رجال انا قدني يا غالي برا العصر برا عن شر بالمسابقه ان شاء الله. وش تقول للمرحله اليوم اللي وصلت لها وفي ختام هذا؟ والله اقول اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. انا وصلت للمرحله هذه اجتهاد قليل ما هو بكثير، الصدق قدمت الشيء اللي انا راضي عليه. الحمد لله لقيت ان اللجنه بعد راضين على الشيء اللي انا قدمته على اخر الحلقات. واحب اشكر اخواني وعيال عمي، واشكر اللي صوت من ربعي، واشكر اللي صوت من برا القبيله، واقول الله يبيض وجيهم. اي والله. طيب ابو علي انا بطلب طلب كذا، ابغى شيء لحسين العلي. حسين العلي والله قدري بقول خلينا نغير المود شوي. اي والله حسين العلي ابهر. والله اني قبل اعرفك مستريح، لا هموم ولا عذاب ولا جراح، كنت ما صدق اذا قالوا يصيح الهوى ولين جربت الصياح، من عرفتك صرت انا مثل الطريح الصويب اللي نهار الكون طاح. والله اني قبل اعرفك مستريح، لا هموم لا عذاب ولا جراح. سلامتكم. عندك الله يصحب دمك. صح الله صوتك ابو علي، الله يصحب دمك، يصحب دمكم جميعا. لكن اللي نشوف المسرح انك ما تختار الشيء اللي يناسبك، ما ادري ليش. والله شوف انا جبت الشيء اللي لقيت ان اللجنه كذا عجبوه فيه كويس. انا حتى وقتها ليش ما تغني الشيء اللي انت تأدي فيه وتحبه؟ والله تبغى الصدق، والله ما كان عندي وقت اني افكر وش اللي اجيب. هي المشكله بعد ما تخلص من كل شيء تدق والله ليتني اديت اللي انا احبه. ايه من اول. ايه صح اصلا من اول ما ادي الشيء اللي انت تحبه وانت قادر عليه وريح نفسك. صدقت.
فلك التوفيق، صوت جميل جدا يا حبيبي. والله العظيم شهدتي فيك مجروحه وطلع موته بالشباب. تقولها؟ اي والله اقولها. شوف انا اثق فيك لانك جدا صامت، ما تقول الا راي قاتل عليه حتى. سعيد يعطيك كلمه كلمتين بس. هو والله راهنتوا، يوم راهنتوا على ابو علي. يستاهل سعد هذا اللي راهنتوا عليه انا اعلمكم. يا مرحبا بكم هم ومرحبا بسياف. طيب سياف، اول شيء في الحلقه اللي قبل ذي انت كنت متعب من ناحيه الصوت وكان في يعني صحيح، لكن يعني الحمد لله الواحد ما يجي. اولا هذه مكاتب الحمد لله، ويعني من تفكيري انا من بدايه دخولي للبرنامج ما عقدت العزم اني اخذ الاول من غير قصور في 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 امكانياتي يعني او في ذاتي، ولكن انا خذيته من واقع ايش تجربه في بدايه انها اول ظهور لي. يعني تقول يا شباب ترى هذه فرصه لكم اني اعطيتكم الاول، يعني انت لا والله العظيم انهم اطيب مني، لا لا في علومهم ولا في صوت ولا قصور مني، لكن اتكلم والله من التفكير اللي فكرته انا يا سياف اني داخل البرنامج ده اقيس الوسط الاعلامي، اقيس الجمهور وين رغبته وين يبغى يوقف، ما شدت العزم ما جات، والوعكة الصحية اللي ضغلتني من نصف النهائي بدأت تأخذ بي حتى آخر النهائي يمكن طلعت من أنت نية. الحين سياف ولا أقطع وارتك، كلهم إن شاء الله طيبين، أنا لو جاء مجال المنافسة بيني وبين نواف أنا أفضل مني، بقول أنا أفضل منك نواف، ما راح أقول أنا كذا تجربة، لا ما راح أقول أسمع كاصب والله شوف شوف يا محمد، لكن أنت الآن تشوف الشباب كلهم شاركوا كل شاد، هل انت الحين متراخي وتقول يا شباب هذه فرصه لكم؟ قل لا اله الا الله وصلى الله عليه وسلم، او انا مستواي مو بذا البرنامج، قل لا اله الا الله رسول الله. انا ما اتكلم بالمنطوق ذا اللي انت دخلتني فيه. لا انا ما دخلتك فيه، هذا كلامك انت. هو كلامي واضح، ما دخلتني فيه. كلامي شيء اول على هذا الموضوع، اعذرني انا ودي اوقف ناقض كلامي، لا انا ادافع عن نفسي واتكلم انا ذاتي، ما ابغى احد يوقف معي. انا ما اقول بس كلامك اول انك مثلا كيف اقول لك انت فقدت الامل في الاول، انا دخلت اتوقع انا قعدت مهد عذر. لا انا اتكلم من بدايه البرنامج من التصفيه الاولى، يوم جيتكم هذاك اللي يعني والله ما ادري اني بقابل هذا الوجه في النهايه ولا في اي علم من اللي بيكون معي، لكن دخولي انا يا سياف حتى للناس اللي قريب مني يدروا، قلت انا بدخل المدخل الاول هذا مقياس اشوف وش انا عليه، يمكن الجمهور ما يتقبلني انا يا سياف، يمكن ما يكون في قابلني، واذا ما تقبلك انت راح توقف. اي نعم، تبي تجبر الناس تقبلك؟ ما انا ما مو بلازم، مو بلازم، ما انت متصنع. شوف شوف حبيبي، اذا انت اقنعت ذاتك وجبت بنفسك ما عليك. خلني اعلمك يا ابو محمد، انت اللي على الانسان انه ايش؟ يقدم اللي يقدر عليه. طيب. وانا ما اقول لك اني يوم شاركت ما قدمت اللي يقدر عليه. قدمت. يعطيك العافية. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. شكرا لك يا حبيبي. طيب تعال تعال. كيف حالك؟ شارك معنا؟ باذن اي برنامج بالضبط؟ حق اصوات ولا شيء ثاني؟ اي شيء. خلاص الموضوع عندك. خلاص عطوه الكاس يستاهل. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك. الحين في الموضوع يا ابو محمد. اسلم. لا والله انا ما اقول لك اني ما بذلت اللي عندي، لا والله ان الشباب كلهم اقوياء واسماء قويه وناس طلعوا والله العظيم منهم اقوى مني انا يا سيد، طلعوا ما وصلوا النهائي. انا ما اقول لك اني اطيب الرجال، لا والله. ومن غير قصور في الشباب الحاضرين والله العظيم. انه ما يلحقني يعورني بطني الا من رجال من راشد فين؟ اي من اول يوم واجهته في الاستديو وانا قلت الله يعطينا خير. طيب علشانك علشانك تقول ذا الكلام، اولا مثل ما تشوفون اول شيء يعطيك العافيه سياف، مثل ما تشوفون هذا اتوقع درعي صاحب المركز الاول صح ولا لا يا بصير؟ هذا جائزه اهداء من قناه بدايه المركز الاول برنامج الشادي، ودنا ان يقرب يا صوت. اي نعم. 24 الله يوفقنا وياه. من يترحم من اللقب؟ تتوقع من الشادي؟ الشادي بالله يا ابو محمد بدون مجامل تتوقع احد في بالك احد منهم؟ صدق صدق بغض النظر عن التصويت، بغض النظر عن الارقام، بغض النظر عن اقيسها بكيف عشان اعطيك الجواب. تبني اقيسها على الاصوات ولا اقيسها على الاصوات؟ على الاصوات صدق ما وصل الا اللي يستاهل حاليا. كلهم يستاهل. لا صدق يعني بكون صدق بس معك. قول اسم واحد. ممكن اثنين. اثنين. لكن اعطني اسماء وانا بعطيك اسماء. نكون صريحين مع بعضنا وياك.
نكون صريحين. اي شايل يا اخي حسين البيض فيصل لب حذر يا رجال خلاص حذر ما عاد ما عاد ما عاد يكفيهم بس لقب شو صار ثلاثه في رابع فعلا بعد لا صدق والله بقول والله اللي بقول نواف وانت يا ابو فارس ترى حمد مشاكس يا اخوان حمد مشاكس والله بقول اسمه انا والله ها بتقول حياتي انا مو علشان اني احب واحده لا لا على قولتهم الحب موزع للكل ولا ما يحتاج اني اعلمهم مش قادر ما يحتاج ما يحتاج ولكن النفس ترى مشكله ترى سبحان الله لا مفضل فلان على فلان مشكله تدري ها ايوه الوسوسة ذي ما هي بزيادة اقول لك شيء تدري الاول وين؟ اتوقع انا توقعي الشخصي ولا تزعلون مني هو توقع ممكن يكون صح ممكن يكون خطا حاسبوني عليه بعدين بعد ما نخلص اتوقع انا من الضفه ذي من الضفه اليمين؟ ايه انا ممكن اتوقع توقع الضفه ذيك الضفه لا الضفه هي انا ابغاها بس ما فهمني فاتح لك يا اخي والله لا لا فاهم هو انا اتوقع من الضفه ذي واحد ومن الضفه ذي اثنين انا اتوقع الاول انا واحد من هنا واثنين من هنا انا اقول لك الاول انا حددت لك مركز من هنا بس ما فهمت يا ولد انا حددت لك تخليني قلت لك واحد من هنا واثنين من هنا واضح انا واضح بس انت قلت انت كلهم هنا هنا ما في احد هنا ايش قاصرهم؟ مو قاصرهم شيء بس انت الحين والله يا اخي البرنامج يخلص ايش تبي توصل؟ حمد يبغى برنامج يخلص هو عنده تفاهم خاص معي انا ما ادري لكني في وجهك ابو سعيد ابو سعيد حكيك انا لبيك ايش تبي توصل له؟ من هو؟ ايش تبي توصل له؟ قلت تبي تسبب مشاكل بيننا لا والله يا اخوة اي توقعات يعني لا التوقعات هذه بتزيد ولا بتنقص؟ تسبب لنا توتر انت الحين لا وش توتر؟ تسبب لنا خوف خلاص انت تعديت ابو احد التوتر والله الامور طيبه قلت لكم خلاص واصلين طيب لا تخاف ترى ودنا نسمع شيء انا ابغى اسمع نبغى نطلع من ابغى اسمع بس من اثنين انا اللي بختار اسمع يا اسلم ابغى اختار من سياف ومن راشد وانتم اختارون على كيفهم خلاص توكلوا على الله طلعونا من مود التوقعات يلا انا ابغى شيء على كيفك والله شوف التكرار اطلع من الموال اطلع من على ما يقول هو معضل انا معضل ايه نبغى شيء مناسب موال ولا شيء لا لا فكنا خلاص موال انا ابغى غير تحفظ شيء انا ما تبي ما تبي شيء تبي شيء خليه يجيب ابو محمد شيء واجيب انا شيء خل كل واحد يجيب لا انا ابغى دوتو دوتو ولا ما ودنا بالتكرار يا ابو محمد اللي حتى الجمهور بيملنا طيب ما عندك لكن فيها اشياء جديده راح يا ابو علي راح كل عندك طيب في افضل تعطيني موال هو يدخل كذا بشيء من عندك كذا دخل لا عندي انا ابيات جديده يلا روح لحن جديد امتوننا اللي ترتقي وتحمل من تحتها يا الله يدور النسم حار أهل السلوم سلومها ما تهمل كمنا انتصدت شوفها يمين ويسار الوقت كمل فالنشامى وصمل وما لنا ما تنقطع فالله أكبر نقف على بابه محب انت زمال باب انت فكه فالسما دعوة البار القل خلانا ما عاد انت جمال يحدنا والله يحده على النار يحدنا والله يحده على النار يا سلام الله صوتك صح الله صوتك شو نقول حنا عليت سلام يبلى
فتحنا لقول الصدق باب عليها قفال لو انباع ظلم فس كلمة الحق توجعها أخذ موقعك بين الركادة والاستعجال وإلى من حلم تحلم وإذا بعتها بعها وإلى من حلم تحلم وإلى بعتها بعها. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. طيب أبو محمد من الكلام تختار اثنين من تتوقع اللي بيعطونا دويتو؟ بيعطونا دويتو كذا كذا قوي عسر. أنا ودي بدويتو. أنا أتبي تسمع دويتو كذا غريب. إيه أنا ودي ذيب محمد البيت. يا سلام حمد منقطع الرسالة عندي. أنا قاعد أجهز لكم منه. تعجبني تعجبني والله تعجبني. والله ألجمنا. دويتو ترى بينك وبين ذيب. نبغى شيء تغني لك شيء وهو بيغني لك شيء منه. ولا شيء مشترك. إي عاد ولا لا مشترك بيجي غادي فيه قد قالوه منه. أنا والله ودي أنكم تعرفوني يا رب. صوت والله ماشي. صوت تعبان اليوم؟ والله تعبان. والله بعذرك لأنك والله المراحل اللي راحت كلها ما قصرت أنت. شوف تغني ما اعتذرتنا بشيء لكن ذا المره طيب اجى 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 هناك هم جنبه. طيب مهدي مهدي وحمد عاد ذاك صوت كذا دوتو دوت دوت اي شيء عادي غني من عندك شيء يا حمد هو يدخل باللي عنده يدخل باللي عنده ولا لا ويلا دوت اي عادي تغني شيء وتغني بعد الحين بسيط بغني اللي ودك انا بغني اللي ودك ايه نبنى يمنى يمنى والله النوع حلو لا سقى الله جيتي صوب بيتك يا مجيت يبلى زادت العلة وانا طارش قضى يشان يا ولي في كل ما جابك الطريب كيت اتذكر صدق الحب منك والحنان بني وبين صيحبي واقفة أحوال يا من يدير الصلح بين وبيني وطيه ما تملك واجعل مقره بين رمشي وعيني سؤال شامو
سؤال صار أصوات جميلة من كلمات خالي الشاعر محسن الفطيح بس عليه بالخير ما يسمع عليكم زود يقول فيها بلحم منكوس الله مضى لسانه والليل كانه ولا اهتاليها هموم تشابه مثل ما الليل متشابه يقولون قبلي فاقد الشيء ما يعطيه وانا اقول حتى اللي معه شيء يالله يا رزق قليل المناويش نفسه من الطلبة طموح معيا لا عد لا دوجه ولا به مطاريش واللي تبي عيني بعيد عليه والزمزميه ما تقوي المشاويش الله ولا رزق ورا الزمزميه والزن شبتها قبل المداغي فالزم من المقهى والضوء حيا سؤال سلام الله صوتك حمد لبيك حنا خلاص وصلنا صن ننهي حلقاتنا وننهي فقراتنا من غير شر لازم لازم انا عقبك لا لا عندك والله بجهز شيء والله العظيم اني ما ادري حتى كيف صوتي تعرف انت متوي صاحي والله ما ادري شغلني اي لازم سمعنا الأخير الأخير محمد ها أبو منكوس منكوس خلنا نشوف إيش اللي جاهز أني بغيت أطلب كل العمل الأخير أيوه عملت الأخير المشكلة ماني بحافظ هذه المنكوس المنكوس يقول إلى من طار طاري إيش يقول إلى من طار له طاري والهوى تذكار سرى لو تأول الليل في شفا صودا ذي من طارق الحب عودك تو مسرى عذت به مع البدو وانا يبجع ديم افرودا سؤال سران الله سران والله عرفت ما يمديكم تمددوا علي وقرا سطعس اعيد لا والله ما مددوا شوي في شادي يا والله احنا كم باقي معنا وقت اصلا اذا كنتوا تسمعنا دقيقه احنا اخذنا من وقت مسموحين ترى اليوم ختام خلوني عليك ها
ختام خلونا على كيفنا. لا مو بيزعلون علينا مسرح الشارع. لا لا ما بيزعلون. بنتأخر على النتائج. لا خلهم شوي هم مرتاحين. حرقهم الحرب. والله. طبعا انتهى التصويت. خلاص. يمكن من قفل التصويت الا 9 دقائق. يقولون الكنترول فيه لخبطه زياده فوق اللخبطه اللي جت. والله. ايه. توقعت. الله يوفقكم جميعا. منافسه شرسه جدا. لا لا رسميا يعني خلاص انتهى التصويت من 9 دقائق أو 10 دقائق والان وقت رصد النتائج يمكن الخمس دقائق اللي معطيني اياها الحين عشان بس ينهوا موضوع النتائج عشان ما تطلعون المسرح لو النتائج جاهزه انا ما زلت قاتل على رايي ان الاول من الضفه اللي على يميني مصر على الراي انا مصر على رايي الله التوفيق انا بعد معك واحد هنا واثنين هنا هذا ولا الصامد يعني منهم ان شاء الله كلنا يعني واحد شوفوا يقول لك الاول دايم مفول فانتم نجوم النسخه الاولى من الشادي ودايم النسخه الاولى تبقى والله خلينا نشوف من تبقى انا بسالك يعني بس. وين بتروح انت عارف انت وين بتروح هنا ولا هنا انا شو بروح هنا تجربه كيف تشوفها للشباب كانت ناجحه والله فوق ناجحه بعد صدق والله العلي العظيم انا قاعد اشوف مقاطعكم يا عيال الى الان عيد من غير الناس اللي توها تشوف. عشان تعرفون حتى في شرايح يعني متعدده تتابعكم انا والله اني صادق ما اكذب عليكم في الموضوع هذا صدق انا كنت في ابها قبل يمكن 3 ايام ودخل لي محل شاهي وكذا وفي عجوز كبيره سن اي والله معها 2 من عيالها كبار اللي هي تنادي قالت انت نواه والله اني اتابع الشادي واني انتظر كل والله انها كبيره سن يعني انت تخيل حتى شرائح جميع شرائح المجتمع يعني كبار السن هل ممكن يميلون للبرامج زي كذا؟ لا فهذا الدليل على ايش؟ على نجاح النسخه الحمد لله على نجاحكم وانكم وصلتوا يمكن شرائح متعدده من المجتمع فلكم التوفيق والاول دائما مفول نسختكم هي النسخه الاولى اللي راح تبقى لا وراح اقول شيء ابو سعيد ولا اقطع واردك انا اقول هذه ما هي نهايه هذه بداية في بداية بإذن الله وبنشوف بإذن الله نسخ قبل ما نشوف إن شاء الله شاء قبل ما ننهي ولقطع واردك يا أبو محمد هل أنت والآن تفكرون في نسخة ثانية برنامج الشادي أنت تشوف نجاح النسخة ذي هو النجاح ما شاء الله تبارك الرحمن لا ما حد ما سبب نجاحكم أنت بسبب نجاحكم إذا في نسخة ثانية أتمنى أن أكون اللي معك شوف بقول لك شيء بسبب نجاحكم بس خلوا ودكم تسوونه بالبيت انت سالتني او سالتنا ابو محمد سالتكم سؤال موجه لكم نجاحكم إيه؟ انتم هو اللي بخلنا نسوي موسم ثاني وانتم ناجحين طبيعي طيب ما ودكم تحطونا عندنا في الكويت والله ممكن تصفيات ممكن إيه لا شوفوا انا بضبط لكم الوضع هناك كل شيء راح اسويه بس انتم تعالوا حطوا لك لجنه رب مضرب انا شوف ممكن ليش انا بالعكس ممكن البرنامج يمكن البرنامج الموسم الثاني خلني انا ابو محمد ممكن يقوم على اشخاص منكم انتم من اسماءكم لان اسماءكم قويه الان وصلت للنهائي ان شاء الله على خير دائما النسخه الاولى ما تنسى ان شاء الله لما تجون الكويت اول مفول دايم لما تجون الكويت ان شاء الله في اي مسرح انا كاقتراح يكون تصفيات ايش يسمونها تصفيات جوال او كذا يعني تمر على الخليج تجول في الرياض انا وانت بسعيد في الكويت حلوة ترى حلوة بالعكس نروح الجنوب بس كذا انت تعبون الناس واجد ابها اذا كان في الصيف يروحون ابها اسمع اما نعفوني انا مستحيل اركب طيارة خلاص اذني مبطت رايح جاي طيارة انا خلاص اللي بقول الله ان شاء الله لا انا قصدي يعني انه نبغى نجي هكذا طيارة حنك لي طبعا قصدي يعني انا خلاص تعبت لا بعليك باخذك معي طبعا الشكر لكم انتم اساس نجاح هذه النسخة والاول دائما فول اعيد واكرر شكرا لاستوديو روافد الراعي الرسمي لهذا البرنامج اعمال عديدة انتجها باصواتكم وكانت جميلة والان نسمعها دائم لا من جودة لا من كواليتي هي جوده كواليتي بس اني عشان يمكن يتابعون الناس بالانجليزي لا انت ترجم ما شاء الله مترجم تترجم تطلع ترجمه تحت فشكرا شكرا شكرا استوديو روافد ورقمهم على الشاشه ظاهر الان طلب الاعمال او التنسيق او اي شيء تواصلون معهم ولو تبغون احد من الشباب يسوي لكم اعمال برضه تواصلوا مع استوديو روافد يتواصلون معكم صح ولا لا؟ نعم صح حاضرين او على حساباتنا الخاصه محمود يسمعنا صح محمود من
مخرجنا جميل. قرب محمود بما اننا في الختام قرب يبغى يقرب تعال ابواك شوي تعال حمد ونواف امسك الكاس عشان اصور لكم صوره تعال شوي يا سلام يا سلام بس يعطيك العافيه والله وجهك شكرا لك انت يا محمود ولابو عبد الله ولمجلس الاداره شكرا للبرنامج الجميل اللي جمعنا بهالشباب شكرا لكل شخص دعمنا شكرا لاي شخص تفائل بالخير فينا وان شاء الله باذن الله احنا نجحنا وقدمنا الشيء الطيب اتمنى انكم تسامحونا اذا قصرنا في حق احد منكم وشكرا جميعا شكرا لجنه الموقره شكرا سلطان الهميلي شكرا نواف حبيبنا يعطيكم العافيه دربيل للجميع طبعا شكرا لكم جميعا تحملتونا وسامحونا لو قصرنا في حقكم ولا شيء شكرا لك ابو محمد شكرا لمجلس الاداره شكرا للاستاذ سعود العتيبي ابو عبد الله يستاهل التحيه لان هذه الفكره لان هذه فكره البرنامج كانت من الافكار اللي معه من فتره وان شاء الله ننفذها وانت هو اللي نجحتوا النسخه هذه ويستاهل ابو عبد الله كل خير وبرنامج يعني اظهرنا هذه المواهب والساحه تنتظركم فشكرا لك ابو عبد الله شكرا للطاقم الكنترول كامل شكرا للجميع القائمين على هذا البرنامج ان شاء الله قدمنا شيء جميل ونشوفكم ان شاء الله في المواسم القادمه ننتقل الان الى مسرح الشادي لاعلان النتائج النهائيه كان معكم نواف السند محمد الراشد ونشوفكم ان شاء الله في مواسم قادمه وفي اماكن اخرى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.